وتابعنا في ساعتنا الثالثة. مشاهدينا الكرام، تزامنا مع انعقاد الملتقى الأول للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان والإعلام هذا الأسبوع تحت عنوان العلاقات العامة جدلية المفهوم وإشكالية الممارسة، نحاول تسليط الضوء على دور العلاقات العامة واختلاف مفهومها لدى العاملين والمهتمين بها. وقبل التعرف على تفاصيل هذا الملتقى، طبعا مشاهدينا الكرام، خلونا نحن نعرف مفهوم العلاقات العامة من خلال ضيفنا الأستاذ تيسير بن محمد، مفرج أخصائي العلاقات العامة والإعلام الجديد. حياك الله أستاذ تيسير. حياك والله يا هلا. اهلا وسهلا فيك معنا. يمكن قبل الهوى وقبل قبل شوي بدقائق، طبعا احنا كنا بنتحدث مفهوم العلاقات العامه، يعني حتى في النظريات وفي الكتب مفهومها متشعب وما في نظريه ثابته على اساس ممكن هي تكون النظريه الثابته المحرك الاول لكثير من المختصين في هذا المجال. صحيح سميره، طبعا انا اول شيء سعيد انه يكون لقاء او موضوع العلاقات العامه يطرح بعد المجالس البلديه، لانه انت ذكرتي في احد المحاور انه الناس ما بيعرفوا المجالس البلديه ولا عارفه دورها. المجالس البلديه حقيقه هي تعيش ازمه علاقات عامه. موضوع العلاقات العامة واختلاف الناس في تعريفها وتعريف مفاهيمها ترجع لأشياء كثيرة. يعني لا تستغربي أنه مثلا إذا عرفتي أنه علم العلاقات العامة كعلم فعليا هو ترى له عمره 20 سنة بالتحديد كعلم، كمهارات أو كمسمى وله أكثر من يعني أكثر من 150 سنة فعليا. هي نظريات سميرة، يعني النظريات اللي موجودة كل من مارس العلاقات العامة هو يعني قادر على انه يحط تعريف للعلاقات العامه. عشان كذا حتى اذا نبغى نعرف العلاقات العامه، في احد المؤتمرات العالميه حول العلاقات العامه كان في المكسيك، تخيلي خرج ب 500 تعريف للعلاقات العامه. 500 تعريف للعلاقات العامه، صحيح. طبعا اذا ابغى اجمع كل التعاريف هذه فاجمعها انا بكلمه واحده، هي التواصل. يعني الكلمه الوحيده اللي هي كانت مشتركه بين كل هذه التعريف هي التواصل. العجب من هذا كله استاذ تيسير انه يعني احنا قاعدين نتكلم عن اعلام وعلاقات عامه، العلاقات العامه اشمل، الاعلام هو جزء. مثل ما في احد الحلقات الفقرات استضفنا يعني احد المهتمين بهذا الجانب قال انه في كليات تدرس لغه علاقات عامه ويندرج من ضمنها الاعلام، بينما احنا الايه شوي تغيرت وانقلبت في الوطن العربي وصرنا نركز على الاعلام وصاروا متضادين، يعني العلاقات العامه واعلام عمرهم ما اجتمعوا وبالعكس متضادين. فاحنا وصلنا الى مفهوم انه العلاقات العامه بمعنى التواصل. طيب لما نرجع للمجتمع عندنا هنا، هل فاهم علاقات عامه بي ار ولا قاعدين يكشخ والله عندي بي ار بس؟ والله شوف، هي يعني اشكاليه العلاقات العامه يعني انا اعتقد انه ازمتها ازمه مفهوم، ازمه تعريف. العلاقات العامه كترجمه فعليه ترجمتها خطا اصلا. يعني البي ار البابليك ريليشن معناتها علاقات الجماهير مش علاقات عامه. الجمهور وعلاقات او علاقات جمهور. كلمه عامه خلت تحط تحتها كل شيء ممكن انت يكون عندك مال ومكان تحطه تحت العلاقات العامه. المفروض تصير جي ار يعني. تقريبا يعني صارت شامله كل شيء، يعني انت تتخيل انه يعني فعليا كثير من الناس صاروا يسمونها مهمه من لا مهمه له. ليه؟ لانه انا اجي المنظمه مثلا اتوقع انه مثلا ما عندي وظيفه، تعال حطك في البيئه، حطك في العلاقات العامه. واحد جايب واسطه في منظمه معينه حطه في العلاقات العامه. واحد تبغى تفتك منه من الارشيف تبغى تشيله حطه في العلاقات العامه. ازمه العلاقات العامه انه المجتمع فهمها انه انا لي علاقه فيك استاذ محمد، هذه علاقات عامه يسميها. انا البس كويس واتهندم كويس سماها علاقات عامه، بينما مفهومها يعني اشمل من كذا. انا خليني اعرفها بشكل بسيط جدا وفق اخر التعريفات المعتمده لهالمجال، وهي كلمات بسيطه جدا. العلاقات العامه اذا انا ابغى اعرفها هي منظومة من الجهد المخطط المتواصل لإحداث علاقة جيدة وفهم متبادل بين المنظمة وبين الجمهور. الجمهور عادة نتكلم عن الجمهور داخلي وجمهور خارجي، واستمرار هذه العلاقة مش فقط يعني علاقة والسلام. علاقة وبس والسلام. إذا نحن تحدثنا يعني بكل شفافية أكثر، يعني هذه المواضيع كلها تحولت لنظريات، كيف النظريات هذه مثلا مع تقديري للجميع وآراء الجميع، اليوم شخص بيكون متواجد أو متخصص في العلاقات العامة له مفهوم له نظرية حول هذا الموضوع، في شخص ثاني مختص في هذا المجال له نظرية أخرى، باختلاف النظريات الآن ما عندنا الصياغة الأساسية على أساسها المختصين أنهم يكونوا ماشيين على خطة ثابتة، هذا هو المفهوم. حضرتك ذكرت أنه من ضمنها ممكن في أشخاص بيفكروا العلاقات العامة مجرد أنا عندي علاقة أدخل في العلاقات العامة، أنا هندامي كويس. رائع كويس وأنا أقدر أعرف ألبس أعرف أتخاطب مع الآخر أدخل في إطار العلاقات العامة. ولا تتفائلي سميرة كثير، ما راح يجي يوم يعني يتفق المختصين في المجال على تعريف واحد العلاقات العامة. أنا العلاقات العامة وترى على فكرة هو شيء إيجابي مش شيء سلبي إنه إحنا ما نتفق على تعريف واحد العلاقات العامة، لأنه تطوير هالمفهوم هو مرتبط بالجمهور. العلاقات العامة هي مرتبطة بالجمهور فعلا، وحقيقة لو يعلم أصحابي الممارسين للعلاقات العامة معنى كلمة الجمهور
وما عاد تطوره لما توقفوا عن تطوير هذا المصطلح. بالعكس انا اسعد كثير لما اشوف تعريفات كثيره احيانا يعني تختلف من سنه الى سنه، لكن بالغوا فيها 500 تعريف، هذا مبالغ ولا زال ولن تقف التعريف، لكن فعليا هي في الاخير على ارض الواقع. على ارض الواقع انت كيف تعرفها بالضبط استاذ محمد؟ يعني اذا انت بتتكلم هو التواصل، كيف تقدم التواصل؟ ما عندك مشكله بالطريقه اللي تقدم فيها التواصل، لكن في الاخير الهدف هو التواصل. نعم. واقامه يعني فهم متبادل بين المنظمه نفسها وجمهورها سواء كان داخلي او خارجي. طيب انتم الان يعني عرفنا انه عندنا اشكاليه في المفهوم وحتى في التطبيق الان اللي يعتبر مفروض هو المؤشر الرئيسي على مدى فهمنا لهالموضوع الان. الملتقى اللي عملتوه الان العلاقات العامه جدليه المفهوم واشكاليه الممارسه، بعد الملتقى طلع معكم شيء ولا اضفتوا ال 500 كذا اربع تعريفات زياده؟ انا اعتقد انه هذا اللي صار يعني لانه يعني هي من عنوانها اساسا جدليه المفهوم، المفهوم جدلي في العلاقات العامه. يعني ما راح يصل يوم ونصل لمفهوم واحد في العلاقات العامه لانه مفهوم كبير، مفهوم واسع، لكن احنا نبحث عن العلاقات العامه الاحترافيه، العلاقات العامه المهنيه. عشان كذا حتى لو تلاحظ اخوي محمد انه يعني حتى الرجل العلاقات العامة ما يسمى عامل علاقات عامة، يسمى ممارس علاقات عامة. ارتبط لفظ ممارس مع العلاقات العامة. نعم. لسبب واحد انه رجل العلاقات العامة هو يمارسها كأسلوب حياة العلاقات العامة. نعم. معه. نعم. عشان كذا سمت ممارسة العلاقات العامة. خلينا اشاركك الهم شوي واكد لك انه كثير حتى من وسائل الاعلام اللي من المأمول انها تعرف هالموضوع صايرة يعني تقف حجرة عثرة امام صحيح يعني موظفي العلاقات العامة وحتى هالمفهوم الان. اذا علاقة عامة وجيت انت بتقدم شيء سوري انه هذا اعلان، وبالتالي غيبنا امور كثيره وما فهمنا العلاقات العامه، واي واحد موظف علاقات عامه هذا جاي يعلن باختصار. الاشكاليه في فهم التخصصات القريبه من بعضها، نتكلم عن اعلان، نتكلم عن دعايه، نتكلم عن تسويق، نتكلم عن علاقات عامه، هالمفاهيم هذه اختلطت بعضها بكثير. يعني خليني اقول الناس المتحمسين للتسويق احيانا يدرجون العلاقات العامه تحت التسويق. هذه مدرسه امريكيه. المدرسه البريطانيه مختلفه تماما عن هذا المفهوم آخر، أن العلاقات العامة هي كان مستقل داخل المنظمة يختلف عن التسويق تماما. في الأخير كل واحد له أهدافه وله فروقاته. في فرق بين الدعاية والإعلان، في فرق بين العلاقات العامة، في فرق بين التسويق. خليني أضرب مثل سريع بس وإن كان هذا المثل ليس بالضرورة يمثل رأي صاحبه، لكن خليني أعطيك مثال. لو افترضت أنه في حفلة معينة وفيها شباب وفي بنات ورايحين الحفلة هذه، وحب واحد يبغى يتعرف على واحدة كمثال، لو راح لها بطريقه مباشره، خليني افترض انه انا اللي رحت ورحت عند هذه اللي انا ابغى اتعرف عليها وقلت لها انا غني تتزوجيني؟ شوف الطريقه كيف اللي انا طرحتها. هذا انا اقدر اسميه بشكل مباشر تسويق. لكن لو قام واحد من الشباب اللي موجودين معنا وقال انا اكفيك المؤونه، راح هو عند الفتاه هذه وقال لها هو غني، لاحظ انه بدا يتكلم عن شخص اخر، هو غني هل تتزوجينه؟ يعني طرح ثاني، هذه انا اقدر اسميها دعايه. لو جاء واحد مثل بعض ربعنا وخذ لوحه وحط فيها اسمه وحط فيها رقمه وحط وقال شاب يبحث عن زوجه وما ادري ايش والاشياء هذه ورفعها، هذا اسميه اعلان لانه استخدم وسيله معينه فيها وسائل. لكن لو ابغى اجي اقول كذا بطريقه ثانيه، لو انا اللي جيت مثلا ورحت لهذه الفتاه وقدمت عصير، قدمت قطعه شوكولاته، بديت اتكلم معها بطريقه معينه وهي طالعه مع الحفله، رافقتها للحفله، فتحت لها الباب، قبل ما اسكر الباب قلت لها بالمناسبه انا غني تتزوجيني؟ انا هذه اسميها علاقات عامه. لاحظ انه انا مارست كذا مهاره. صح. تقديم المعلومه بطريقه مباشره، اللباقه، التقديم، الهدايا. طيب. الاشياء هذه كل هذه انا اقدر اختصرها بمفهوم العلاقات العامه. طيب استاذ تيسير، يعني باختلاف هذه المسميات والمصطلحات والنظريات الموجوده، مستوى العلاقات العامه ومدى جدواها عندنا في المملكه كشركات علاقات عامة، الكل متجه الآن خاصة الإعلاميين متجهين إلى العلاقات العامة. أنا أقول لك ليش. يعني خلينا نتكلم، إحنا من عام 2007 يمكن بالتحديد، نهاية 2007 بداية 2008 لما جت الأزمة الاقتصادية، بدأ عندنا مفهوم ثقافة جديدة اسمها الأزمة. إحنا تركنا أول ما نعرف الأزمة إلا بأزمة الخليج، أزمة معناها حرب. لكن لما جت الأزمة المالية لا، انتبهنا أنه كشركات وقطاعات خاصة أنه في حاجة اسمها أزمة. يترتب مع الأزمة وجود خطة إدارة أزمات، خطة تواصل، خطة لأنه ما في أحد ينتشر هذه الأزمات إلا العلاقات العامة. لذلك الآن صار فيه اتجاه إلى العلاقات العامة وترك الدعاية والإعلان جانبا، خف الإنفاق الإعلاني فيها إلا على مستوى بعض الشركات، لكن بشكل عام صار فيه اتجاه كبير للعلاقات العامة. لا نروح بعيد، أساسا المملكة العربية السعودية صارت تمارس دور العلاقات العامة بشكل كبير جدا، ولعل يمكن أنا أسميه من أكبر برامج العلاقات العامة اللي تمارسها السعودية دعوتهم لحوار الأديان كمثال. هذا من أهم برامج العلاقات العامة اللي فعليا هو الهدف فيه صنع صوره ايجابيه عن المنظمه وعن البلد اللي تعيش فيه. صحيح. ختاما استاذ تيسير، يعني ربط العلاقات العامه بالاعلام، كثير من المنشات قاعده تربط هالتايتل او هالبوزيشن او هالموقع علاقات عامه واعلام، صحيح الربط؟ لا
هو يختلف كثير عن العلاقات العامة والإعلام. الإعلام هو يعني العلاقات العامة هي أحد أدوات الإعلام، الإعلان هو أحد أدوات العلاقات العامة، الدعاية هي أحد أدوات الإعلام. ففي في 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 كثير من المزج بين بعض التخصصات وبعضها، لكن أنا بشكل عام ما أحبذ ربط العلاقات العامة بالإعلام، لأنه هذا يختلف عن المفهوم هذا، لكنه وتطالب درج طالب ستيسير بيكون هناك أكاديميات ومعاهد يعني تدرس هذا النهج وهذا المنهج. والله أنا متفائل، لأنه أنا اطلعت على بعض الدراسات اللي موجودة، يعني أنا متفائل بجامعة شقرة كمثال. جامعة شقرة الآن عندها فكرة لإنشاء كلية العلاقات العامة، وهذا حقيقة شيء يبشر بالخير. يعني المسميات اختلفت، يعني حتى على مستوى كثير من الدول المسميات عندها بإدارة العلاقات العامة اختلفت. يعني الآن بدينا نشوف مسمى إدارة الاتصال المؤسسي، هو نفسه بالأخير في الأخير هو نفس العلاقات العامة. اختلاف حتى المسميات هو نابع أصلا من اختلاف الفهم، اتصال يعني نعم. في النهاية أستاذ تيسير نحن نقول الاجتهاد أمر مطلوب، لابد من الاجتهاد، لكن في النهاية المطلوب الأكثر طبعا التخصص، لأنه نحن بنطالب بالاحترافية في العمل والتميز والنجاح أكثر. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وشكرا لك والله يعينكم على 500 تعريف، خليتنا نفهاجز. الله يعين. الله يعين. شكرا لك. شكرا لكم. المهم أنه لا يغيب هذا المفهوم مشاهدي الكرام، ولا يندثر ولا يندمر تحت مظلة أي تعريف آخر. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونرجع مع فقراتنا، أبقوا معنا. المفروض جاهزة تغلب.